السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاوتنا، مرحبا بكم معنا توجور من صفحة أثاث ثقة. كما وعدناكم اليوم جبنا لكم صالون آرك، يعني توجور كاين جديد وقعدوا معنا مازال نزيدو نبروبوزي لكم لي صالون. خاوتنا تفضلوا معنا بروبوزي لكم صالون كما راكم تشوفوا فيه، يعني سات بلاس اللي مخدوم تيسي تاعو بالسولو بهاد لاكولار وفيه بزاف لي كولار. تحب تخدم بهاد لاكولار اللي هي انزو دوك ان شاء الله باذن الله تولو كاع تعرفوهم هادو لي كولر انزو مايا اللي فيها لي كولر بزاف شابين. تفضلوا معنا اخواتي بروبوزيكم صالون اللي فيه كابيتوناج تاعو كيما راكم تشوفو، كابيتوناج تاعو كاع ما شاء الله كيما عندناكم لا فينيسيون والصحة. الخياطة تاعهم فيني يعني ما تبلكش كما راك تشوفوا فيه هنايا. القاعدة تاعو خاوتنا اللي هي بيترونت، يعني كونفورتابل تريح خاوتنا. لي بي تاعو في الادر كما راكم تشوفوا فيه. الخياطة تاعو ما شاء الله فيني، عندك هدية في الادر كودوار تاعو وحاجة صحيحة ما شاء الله، بيسك علاش حنا عندنا في الجزائر العباد معروفين باللي يودي يحبوا يقعدوا في لي كودوار. في لي كودوار هادو ما خاوتنا حنا زدنا عليها وخدمناها لكم، يعني حاجه صحيح ما شاء الله. خاوتنا هادي بونكات تاعو تاع دي بلاص، بونكات تاعو تاع دي بلاص هاي ليك يعني بلي تزع. لي بي تاعو في الادر، الخياطه تاعو خاوتنا هنايا بيان فيني، التيسي تاعو بزاف شباب توجور نقعدو فيه الرفلي. زيدو تفضلو معانا اي بلاس، اي بلاس تاعو ما شاء الله، الخايط تاعو بزاف شابين، جاي مرفود على القاعة خاوتنا. فينيسيون تاعو ما شاء الله، القاعدة تاعو في الشباب خاوتنا. واللي يحب راكم كنتو مع صالون ارك اللي واسع 13 مليون و500 خاوتنا. اللي عنده كيما نقولوا حنايا اللي ما عندوش لي تاع يحب زعما نقولوا يدي بونكات تاع 3 بلاص بلوس دو فوتي، يدي بونكات تاع 2 بلاص بلوس 5 بلاص 7 بلاص 8 بلاص 3 بلاص، رانا هنا متواجدين معاكم. 12 بلاص رانا هنا متواجدين معاكم. تحق مخده نعطوكم مخده خاوتنا في التصالون هذا تاعنا، وردوا بالكم خاوتنا من الكوبي، الكوبي راهو داير الحاله في الصوت. وردوا بالكم خاوتنا من الكوبي، الكوبي هذا يعني كيما يقول لك الكوبي راهو داير حاله في السوق. وردوا بالكم خاوتنا هذا لاكاركاس تاعو كيما راكم تشوفوا فيه، يعني بيان فيني ما شاء الله. وكيما وعدناكم توجور كاين جديد مع اثاث ثقه خاوتنا، ويعطيكم الصحه وربي يحفظكم. وما تنساوش ملي جا ملي كومونتير، وسلام ان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء هذا خاوتنا.